دعونا نلقي نظرة في البداية على الصورة الأولى التي لدينا والتي توضح الانتصارات الجديدة والمتتالية للجيش السوداني. حالة كبيرة من الفرحة تنتاب الجميع فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق أيضا بسكان العاصمة السودانية الخرطوم. أمام حضراتكم الصورة الأولى من فرحة الأهالي بهذه الانتصارات، نزلوا إلى الشارع كي يعبروا عن حجم السعادة الكبير للغاية وهم يتابعون انتصارات الجيش السوداني. هذا هو المشهد في شوارع الخرطوم، هذا هو المشهد في أم درمان، نزلوا إلى الشوارع تحية للجيش السوداني دعما للقوات المسلحة السودانية التي تحارب الآن وتناضل هؤلاء المتمردين الذين مع الأسف الشديد تابعنا منهم جرائم يعني كبيرة فظيعة بحق أبناء السودان الحبيبة. أن يصل بهم الأمر إلى أن يغتصبوا النساء في شوارع الخرطوم أمر لم يكن يتخيله أي سوداني، لكنه حدث ووقع. لذلك الآن الشعب السوداني يدا واحدة خلف الجيش من أجل مواصلة دحر تلك القوات، وبالفعل هربوا من كثير من المواقع، والآن هناك محاولات لدحر قوات الدعم السريع من كافة أراضي أو من كافة المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأيضا توجيه ضربات قوية لهم في شتى المناطق. إقليم دارفور تلقوا ضربات، أيضا كردفان بمدينة الأبيض تلقوا ضربات، والآن نتحدث بالفعل عن أن الأمر هذا متتالي. دعونا نلقي نظرة سريعة على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم نرى في هذه الصورة الجيش السوداني وهم يؤدون الصلاة. أمام حضراتكم الصورة واضحة وظاهرة، نلاحظ بالفعل من خلالها بأن هذه الصورة يعني توضح مدى اعتزاز هؤلاء بالهوية الإسلامية ومدى حرص هؤلاء على أداء الصلاة في وقتها. بالفعل سجدوا للمولى عز وجل شكرا وحمدا لله وهم يتابعون هذه الانتصارات وتلك المجهودات العظيمة الآن تثمر عن نجاحات وانتصارات للجيش السوداني. مشهد كان لافتا، نال إعجاب الجميع على السوشيال ميديا، أشادوا بالقوات المسلحة السودانية في سلاح المدرعات لأن لديهم حرص كبير على تأدية الصلوات الخمس في وقتها. وأمام حضراتكم المشهد يعبر عن ذلك، عدد كبير من الضباط في الجيش السوداني يؤدون الصلاة وهم أيضا لديهم حرص كبير على الزودة عن معسكرات الجيش عن الأجهزة السيادية للدولة السودانية. طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم فرحة الجنود في سلاح المدرعات بدحر قوات الدعم السريع بعد أن شهدت هذه المنطقة اشتباكات قوية وضارية. محيط سلاح المدرعات تحدثنا على مدار الأيام الماضية بأنه كان هناك هجمات من قبل قوات الدعم السريع تجاه هؤلاء الجنود وتجاه هؤلاء الضباط، ولكن في النهاية تمكنت قوات الجيش السوداني من الزود عن سلاح المدرعات، من الزود أيضا عن سلاح المهندسين في أم درمان، والآن هناك حالة من حالات التفاؤل باقتراب تحقيق النصر. البعض يقول يعني كل يوم على مدار الأيام الماضية ونحن نتحدث عن اقتراب الحسم اقتراب النصر. نعم الجيش السوداني يسجل مزيد من النقاط لصالحه، إن شاء الله هذه النقاط بعد تجميعها وتوجيه ضربات متتالية تجاه قوات الدعم السريع يأتي الحسم بإذن الرحمن. النصر ساعة صبر، المعاناة كبيرة بحق المدنيين، لكن إن شاء الله هناك حالة من حالات التفاؤل بأنه النصر يقترب في الأيام المقبلة. وحالة الروح المعنوية المرتفعة تلك لدى جنود الجيش السوداني تدلل على هذا الأمر وتكشف هذا الشيء بأنه القوات المسلحة السودانية الآن تجاهد بشكل قوي من أجل استعادة السيطرة مرة أخرى وإنهاء حالة الفوضى والدمار. هناك محاولات من دول الجوار من أجل التوصل لإيقاف لإطلاق النار، لكن في النهاية هذه المحاولات لم تثمر عن شيء على أرض الواقع. إن كنا نتحدث عن صراعات قوية للغاية، لكن نلاحظ بأنه العاصمة السودانية الخرطوم قوات الدعم السريع تتلقى فيها ضربات كبيرة، مع الإشارة إلى أنه كثير من المنظمات الحقوقية
أشارت إلى أن قوات الدعم السريع تقوم بإطلاق النيران بشكل عشوائي وبالتحديد بقذائف الهاون تجاه المجمعات السكنية بعد أن قامت بسلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بل قاموا بعمل متاجر باعوا فيها هذه الأشياء المسروقة باهظة الثمن بثمن بخس، يعني بأثمان لم يتخيلها أي عاقل. لكن لأنها مسروقة وهؤلاء لا يودون الخير للبلاد، لذلك قاموا ببيع هذه الأشياء المسروقة في سبيل مواصلة حالة الفوضى تلك، إلا أن الجيش السوداني الآن يحاول التصدي لهم. المحزن أيضا بأن هناك جهات أجنبية تدعم قوات الدعم السريع حتى الآن، وتقوم بمدهم بالذخائر وبالأسلحة على مدار كل تلك الأيام الماضية، وهو ما يجعل حالة الصراع تمتد. يعني الجيش السوداني يواجه هذه المعضلة. لذلك الضربات بإذن الرحمن في الأيام المقبلة نتمنى أن تستهدف من يعني من يحاول أن يدعم قوات الدعم السريع، أو من يحاول أن يقدم الدعم عن طريق بعض من الطرق. لابد للجيش السوداني أن يجفف منابع دعم قوات الدعم السريع المتمردة والتي حولت البلاد مع الأسف الشديد لحالة من حالات الفوضى. طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم تكبيرات العيد للشهيد. أمام حضراتكم أحد القيادات العسكرية مع الأسف الشديد استشهد في الأيام الماضية، لكن كان هناك حرص من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدعاء له بالرحمة والمغفرة والإتيان بهذه الصور، وهو يردد التكبيرات في إشارة واضحة إلى تلاحم القادة العسكريين مع الجنود في هذه المعارك، وهذا هو الطبيعي. لكنه لافت للنظر ومثير للإعجاب، وبحق يظهر بأن هناك يعني حالة من حالات الاتحاد بين مكونات الجيش السوداني بالكامل من أجل إنهاء هذه المعارك في أقل وقت، لأنه مع الأسف الشديد المعاناة حاضرة وبقوة لدى المدنيين، ما جعل حتى الإحصائيات تخرج وتصدر من قبل كثير من المنظمات الدولية تشير فيها إلى أنه هناك أكثر من 3 مليون نازح، هناك حوالي 4000 قتيل، عدد لا بأس به حوالي 400 أو 500 من ضمن هذا الرقم من النساء والأطفال. نتحدث عن صعوبات فيما يتعلق بالمواد الغذائية، لذلك يعني هناك أمنيات كبيرة للجيش السوداني بأن يتمكن من أن يحسم هذه المعارك في القريب العاجل، لأنه حتى الآن كل المحاولات التي يتم عملها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تبوء بالفشل، والمبادرات حتى التي تحدثت عنها السلطات السودانية الحالية قوبلت بالرفض من قبل قوات الدعم السريع. لذلك حتى الآن البعض يعني يتحدث عن أنه يأمل في أن تنتهي هذه المعارك في القريب العاجل. طيب you